الحقيقة أرقام. الحقيقة بملف الكهرباء. بالفترة الأخيرة كتر الحكي عن العجز بالموازنة وعن مسؤولية قطاع الكهرباء بهالعجز، وبالتالي بتراكم الدين العام تبع الدولة. وتنطلع من الحكي والقيل والقال، ما في إلا الأرقام يلي بتبين الصح من الغلط والحقيقة من الكذبة والافتراء. بسنة 2010 حتى سنة 2019 دخلت الدولة 102 مليار دولار وصرفت 142 مليار دولار، وهال 142 مليار دولار انصرفت بالطريقة التالية: تسديد الجون وخدمة الدين 47 مليار دولار بنسبة 33% من مجموع مصروف الدولة. وهون لازم نذكر إنه الفايدة على هالجون يلي متراكمة من فترة التسعينات عالية كتير، 48 مليار دولار بنسبة 34% من مجموع مصروف الدولة انصرفوا على الرواتب والأجور لموظفي الدولة والسلك العسكري، 31 مليار بنسبة 22% من مجموع مصروف الدولة كانوا للاستثمارات ومشاريع ومصاريف تشغيلية للدولة، و16 مليار دولار بنسبة 11% من مجموع مصروف الدولة كانوا دعم لقطاع الكهرباء. وهون لازم نفسر ليش اندفع 16 مليار دولار من 2010 لل 2019 دعم لقطاع الكهرباء، والتفسير هين وبسيط. سنة 1994 قررت حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وزير المال بوقتها فؤاد السنيورة تثبيت سعر كيلووات الكهرباء على أساس سعر برميل البترول ب 22 دولار. من وقتها الدولة بتبيع الكهرباء بأقل من كلفة إنتاجها، يعني بخسارة وبسعر مدعوم، ومشان هيك كل سنة بتحول خزينة الدولة مصاري لشركة الكهرباء لتسكر الخسارة. من سنة 2010 ل 2019 كان معدل سعر برميل البترول 77 دولار، بينما الدولة مسعرة الكهرباء على أساس سعر البرميل ب 22 دولار، ومشان هيك دفعت 16 مليار دولار دعم للكهرباء. سنة 2010 قدم الوزير باسيل خطة متكاملة للكهرباء بتأمن الكهرباء 24/24 بسنة 2015، وبتتضمن بناء معامل جديدة وصيانة معامل قديمة، وكلفتها على الدولة مليار و200 مليون دولار بيندفعوا مرة واحدة بس. بس مثل ما الكل بيعرف هالخطة تعرقلت وما انصرف عليها إلا 575 مليون دولار. نعمل فيهم معملين جديد بالزوق وبالجية، أمنوا 3 ساعات تغذية إضافية بالإضافة إلى تنفيذ 3 محطات نقل وتطوير 11 محطة وتحسين خطوط النقل التابعة لهالمحطات. ولو تنفذت الخطة بالكامل كان صار عنا كل هالأمور الإيجابية التالية: أولاً، كان الدعم للكهرباء توقف بال2015 وكنا وفرنا 7 مليار دولار على الخزينة من وقتها لهلأ. ثانياً، كان عنا كهرباء 24/24. ثالثاً، كانت زادت مداخيل الدولة من الكهرباء، وكنا اليوم بال2020 ما عم ندفع دولار واحد دعم للكهرباء، لا بل كانت الدولة عم تربح من الكهرباء. رابعاً، كنا وفرنا على الاقتصاد اللبناني مليارات الدولارات من خلال تحسين الإنتاجية وإلغاء فاتورة الموتور والمولدات الخاصة يلي بيدفعها المواطن. بالمختصر، لو تنفذت خطة الوزير باسيل كان تكلفت مليار و200 مليون دولار، ووفرنا هدر وخسارة على لبنان بعشرات المليارات. أما ليش تعرقلت خطة الكهرباء؟ كيف تعرقلت ومين عرقلها؟ فللحديث تتمة، ورح نسمي الأشياء بأسمائها.